صاحب بسطيه؟ انا رجال عامل هنا ببسطيه. بسطيتنا عايش عليها اربع عوائل، وهاي كلها اذا تشوفهم ذولا كلهم عندهم بسطيات هنا، وكلهم عايشين على هاي الشغله وجوي شايلونه. واحنا كل ما صارنا كل واحد هسه اذا تشوفهم كلهم اربع اشهر صار لهم قاعدين، اذا مو خمس اشهر كل واحد ايجاره 700 600 600 الف. هذا منين؟ هسه كلها مطلوبه، كلها ايجارات مطلوبه، هاي كلها صورها كلها اكثر من 500 عائله، كل ما المطلوب منين يجيبون؟ منين نجيب؟ روح الواحد يعني هذول الشباب كلها صغار بالعمر كلها كانت تشتغل هنا على 15000 وعلى 10000. على 10000 وعلى 15000 يشتغلون على 15 على مود يوفر عيشه لاهله ويطلع فلوس ايجار بيئته. انا احكي بيها هسه هاي كلها العالم وين تروح؟ هاي الشباب وين تروح اذا تجي تحارب على شغله؟ انا رجال خريج ما اريد تعيين، انا من مكان رجع لي هاي منه يعيش منه وخير من الله ولقمه حلال، وكنا ولد عوائل وكنا ناس مثقفه وواصله. ما نريد من لا تريد تعين ولا ابد، هاي شغله بسطيات هي كلها 20 بسطيه والله عايشه كوم عليها عوائل. 500 عائله عايشه، ابو العربانه عايش عليها، ابو المحل هذا كل المحلات عايشه عليها. هاي هنا كنا سوق نظيف وسيارات ثلاث سيارات تفوت منها. هسه باحث شلون صار جراج، سياره واحده تفوت. وكان شغله نظيفه والعالم كلها هاي الكاظميه كلها تسوق من خارج الكاظميه، من بغداد كلها تسوق من العروبه. وشغله رخيصه ونظيفه. والفقراء عايشه عليها، هسه العالم منين تسوق؟ كلها تسوق اقل مسواقها يصير ب 50 ب 45. كانت من هنا يترسله علاقه ايش كبرها ب 10000 دينار. والله ب 10000. حتى العالم تاذت، اهل الكاظميه هم نفسهم تاذوا من وراء هذا السوق. منين تجيب؟ العالم هسه كيلو طماطم هسه ب 2000 وب 2500 وب 1500، احنا كنا نبيعها كلها ب 500 وب 750. يعني على رزقنا بديل، ماكو بديل، ما انطونا بديل. وين البديل؟ اغلبيتها